في كل الساعات غالبيتها من إنجيل معلمنا اللوقا البشير. غالبية الساعات الموجودة في الأجبية من إنجيل اللوقا البشير. ليه؟ هو يعني ما عايز نقول أغلبيتها، لكن نقول إنه حسب، يعني يمكن بحسب التوزيع الموافق لكل ساعة، وإنجيل كل ساعة. يعني مثلا نلاقي في صلاة باكر وصلاة الساعة الثالثة من إنجيل معلمنا يوحنا البشير، الساعة السادسة من إنجيل معلمنا متى البشير، الساعة التاسعة والحادي عشر والثاني عشر من إنجيل معلمنا لوقا البشير. ندخل بعد كده على صلاة نصف الليل ونلاقي الساعة الخدمة الأولى من إنجيل معلمنا متى البشير، وبعد كده من معلمنا لوقا البشير. نقدر نقول بحسب، زي ما بقول بحسب ما يوافق الساعة. يعني مثلا لما ناجي عند صلاة النوم كمثال، أو لما لو أخذنا بعض الأمثلة من صلاة باكر، في البدء كان الكلمة، ودي إنجيل باكر، أو فعلا إنجيل باكر. لو جينا في صلاة النوم نلاقي إنجيل بتاع دخول السيد المسيح وسمعان الشيخ، الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام. إنجيل باكر في البدء كان الكلمة، هو بداية كل يوم، المسيح هو بداية حياة الإنسان أو بداية كل يوم في حياة الإنسان، أنا هو الأول وأنا هو الآخر. ناجي في صلاة النوم، صلاة النوم بتشير إلى نهاية حياة الإنسان، خلاص النوم معناها نهاية اليوم، وبالتالي هي إشارة إلى نهاية حياة الإنسان، وكأن الكنيسة بإرشاد الروح القدس بتقول لنا كده إن إحنا لما بناجي لنهاية اليوم بنتذكر نهاية حياتنا على الأرض. وفي نهاية حياتنا على الأرض الكنيسة بتقول لنا ياريت يكون لسان حالنا كلنا زي سمعان الشيخ، الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتها خلاصة. وفعلا منها انتقل سمعان الشيخ وكان يوم نياحته في ذلك اليوم. إذن حسب ما يوافق المناسبة بتاعة الساعة وضعت الكنيسة بإرشاد الروح القدس الترتيب دي، هنلاقيه بحسب إنجيل معلمنا لوقا البشير. في حتة مميزة في إنجيل معلمنا لوقا البشير، إنجيل معلمنا لوقا البشير طبعا هو كتب لليونانيين، ونقدر نقول إنه أكتر إنجيل فيه تفاصيل الأحداث بتاعة حياة السيد المسيح. يعني نلاقي فيه أحداث كثيرة مذكورة بتفاصيل أكتر في إنجيل معلمنا لوقا البشير. في أشياء ما موجودة في الأناجيل الثانية موجودة مثلا في إنجيل معلمنا لوقا البشير اللي هو بتاع لقاء السيد المسيح مع تلميذي عمواس في آخر بعد قيامة السيد المسيح. يعني بعض الأمثلة نلاقي أنه بحسب ما يوافق الساعة نقدر نلاقي أنه حنلاقي الإنجيل بتاعه مذكور في إنجيل معلمنا لوقا البشير.